السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد بنتكلم فيه عن عدة مطورين ابعدوا عن لعبتهم، يا اما انهم جابوا العيد في اللعبة وهم يطورونها، ولا صارت اختلافات بينهم وبين الشركات اللي يشتغلون فيها. ولما نجي للاسباب فما لقينا سبب واحد اللي خلى هذا المطور يطلع، فاحنا راح نطرح لكم كل اللي قرأناه وشفناه. واول مطور راح نبدأ فيه هو صانع سلسلة اساسن كريد باتريس ديلاسير. باتريس كان ايضا مخرج على اكبر جزء محبوب من لعبة برنس اوف بيرجيا اللي هي ساندز اوف تايم. بعد ما عمل الرجال على اكثر من جزء من اساسن كريد بدأت تقفل معه ويطفش، مو بس من العمل في اللعبة، بحيث طلع في مقابلة وقال بان يوبيسوفت كان يخلونه يقول كلام هو مو بموافق عليه، وكان هو المخرج الابداعي للعبة وبنفس الوقت الشركة تفرض عليه قرارات، ويقول انه كان يمشيها لان الشركة كبيرة ويشتغل فيها الكثير من الموظفين، ففي البداية كان يسلك، لكن بعد فترة حس ان هذا المنطق يتعارض مع كونه شخص ابداعي، وفكر بانه لما تشتغل على عنوان كبير نجاحه لازم يكون مضمون، لان فيه العديد من الاشخاص معتمدين عليك بحيث وظائفهم ومنصبهم مرتبطة بهذه السلسلة الكبيرة. وبكذا بعد خدمة 7 سنوات طلع من الشركة، وكان هو اصلا دائما على اختلافات مع يوبيسوفت. باتريس بعد ما طلع سوى فريق اسمه THQ مونتريال، وقام يشتغل على لعبة اسمها 1666، وهذا الفريق كان تابع لشركة THQ، لكن هالشركة في 2013 فلست وجت يوبيسوفت شرت منهم فريق THQ مونتريال، ومن هنا باتريس طاح في يد يوبيسوفت مرة ثانية. وهنا قامت يوبيسوفت وصرحت بأنهم مبسوطين بعودة باتريس لهم، لكن الواقع كان مختلف، بحيث صرح باتريس بعد تصريح يوبيسوفت بأنهم فصلوه وطلعوه من المكتب بدون ما ياخذ أغراضه ويودع أصدقاء العمل. الموضوع انتهى كذا. طبعا باتريس راح وفتح فريق مستقل بدون أي ناشر وسماه بناش، والسنة الماضية نزلوا لعبة اسمها أنسيسترز. نجي الآن لقصة يوشينوري أونو، الرجل المعروف في الفترة الأخيرة في عمله كمنتج على آخر كم جزء من أسطورة ألعاب القتال ستريت فايتر. قصة أونو لسه طازجة وما كملت أسبوع، بحيث طلع كلام من مسرب معتمد بأن الرجال أونو وهو مخرج الجزء السادس من ستريت فايتر، وستريت فايتر 6 كانت مفروض تنزل السنة الجاية، وأونو مسكت معاه يضيف طابع نظام الفريق في اللعبة، لكن باقي المطورين والأشخاص المعروفين بالتسترز اللي شغلتهم يقعدون يلعبون اللعبة ويعطون تقارير عن الأغلاط والمشاكل التقنية ما حبوا العنصر الفريقي هذا في اللعبة. فهنا وضح المسرب بأن كابكوم نحت أونو عن المشروع وحطوا شخص آخر يقوم يعدل على ستريت فايتر 6، واليوم طلع لنا أونو بنفسه في حسابه في تويتر وقال أنه بعد ما ينتهي هذا الصيف راح يطلع من شركة كابكوم. شكل التوجه الجديد للعبة اللي طرحه أونو حاس الشركة، وهذا بيخليها تتأجل لفترة طويلة. أونو شخصيته مرحة ودائما طيب في التفاعل مع الناس، وبعد خدمة 30 سنة تقريبا بيترك كابكوم. حتى الآن جبنا مطور كندي وياباني، والآن بنجي للأمريكان وبنأخذ قصة فينس زامبيلا، الرجال اللي صنع السلسلة الثورية كول اوف ديوتي مع فريق انفينيتي وورد. في مارس 2010 فينس انترد من انفينيتي وورد الشركة اللي هو بناها وشرتها منه بعدين اكتيفيجن. سبب طرده كان لأنه كسر عقده وبنفس الوقت ما كان يساعد الفريق حقه، وهنا الوضع دخل في دوامات قضية داخل قضية، وشركة اكتيفيجن اتهمت فينس بأنه كان متحالف مع EA، بحيث أنه أجل إضافة كول اوف ديوتي مودرن ويرفير 2 حتى باتل فيلد باد كمباني 2 لما تنزل تاخذ راحتها. الموضوع جلس فترة، والكثير من أعضاء فريق انفينيتي وورد قاموا رفعوا قضية على اكتيفيجن، والسالفة طولت لدرجة سوينا لها فيديو كامل يوضح كل شيء من الألف للياء، تقدرون تشوفونها الآن على قناتنا. نرجع مرة ثانية ليوبيسوفت مع برضو مخرج ابداعي ثاني للعبة اساسن كريد. المخرج هذا هو اشرف اسماعيل، الرجال اللي اشتغل على جزئين اساسن كريد بلاك فلاج واساسن كريد اوريجينز. اشرف طلع وحمس الناس واعلن انه بيكون المخرج الابداعي للجزء اللي بينزل هذه السنة اساسن كريد فالهالا. وخلال الشهور الماضية طلعت فضائح مختلفة عن موظفين يوبيسوفت، في كيف بعضهم تحرشوا في الموظفات جنسيا او عملوا مضايقات لهم لدرجة خلت العمل مو مريح. أشرف ما تعرض على أحد، لكن طلع مصاحب أكثر من بنت وداخل معهم في علاقات غرامية، مع أن الرجال متزوج وعنده عيال، وهذا الشيء خلى شركة يوبيسوفت تتخذ قرار بأن تنحي أشرف إسماعيل من منصبه كمخرج إبداعي للعبة أساسن كريد فالهالا. والفريق الثاني اللي راح نرجع له هو كابكوم، بحيث شينجي مكامي كان جالس يطور الجزء الرابع من ريزيدنت ايفل 4 اللي كان من المفترض يكون حصري على جهاز الجيم كيوب، وصارت فيه اتفاقية بين كابكوم ونينتندو على هذا الموضوع. وكان وقتها ميكامي يقول لو نزلت اللعبة على جهاز ثاني راح يقتل نفسه بحركة الانتحار الشريفة حقت الساموراي اللي اسمها سيبوكو،
يوم قربت تنزل اللعبة كابكوم انضغطت من المستثمرين وخلتهم ينزلون الجزء الرابع من Resident Evil على البلاي ستيشن 2 اللي شينجي ميكامي رفض يشتغل عليه. هنا ميكامي حول على فريق ثاني اسمه كلوفر داخل كابكوم وترك سلسلة Resident Evil واشتغل كمخرج على God Hand، لكن أداء اللعبة في السوق كان ضعيف، وأداء باقي ألعاب فريق كلوفر منها وكامي كان جدا ضعيف، وهذا خلى كابكوم تقفل فريق كلوفر وتطلق سراح كل الموظفين منهم شينجي ميكامي. وهذه كانت مجموعة مطورين خرجوا من شركاتهم بأسباب بعضها منطقي وبعضها غريب. شاركونا بالتعليقات عن المطورين حابين تعرفون قصصهم أكثر. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.